طيب شيخنا الكريم، اللي يبدو ان السؤال بتاع الاخ احمد سؤال طويل بمحتاج حلقات. نعم. البر والموده. بر هو طبعا يعني انا ساقوله المساله كل باسرها، انه قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. فهو الفرق بين البر والموده حقا يعني هو كان ذكيا في السؤال، وانا ساقتصر فقط على ذكائه ليعقل ما وراءه. اقول: اما الموده فحرام بالاجماع. الموده حرام بالاجماع، واما البر فهو مناسب ومستحسن وكمال، ومعنى البر هو حسن الخلق بالقسط والعدل. جزاك الله. دون الظلم، دون التعدي، لا على مال ولا على عرض ولا على بدن. فيكون المساله على الاحسان بوضع شيء في موضعه دون المظلمه، دون المظالم. هذا هو البر. هناك من خلط وقال ان البر موده. جزاك الله خير.